صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا ناعيا إن جئت طيبة معولا فعرج على مكسورة الضلع معزات أولا وحدث بما فت الفؤاد مفصلا يا فاطم لا خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا قضى ظامئا ما ذاق للماء برده بحر غجير تصهر الشمس خده فوالله يوما لو تقيمين بعده إذا للطى الخد فاطم عنده وأجريت دايا يم على العين فيل وجناه ياتي وين الينوح وياي وين 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 اللي يساعدني بونينا والله وين اللي يهل دموع عيني على ابن الذي حز وتينا وتينا وعلى الصدر رضي ذابحين يا وراس على الخطي حسافة رافعين وصدر بعواد الخيل واسفة مرض رضينا وجسم على الغبرة ثلاثة أركينا تدروا وين وين ما منصوب ما تمليه أتعنى وقبل ما ينعنى حسين سبق واجذب الون إذا دمعك قطع مجراه دمعي ما أقطع أنا أم الشهيدان وصيحا آه يا حسيني يا 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 أوالي انزعوا الزينة يا شيعة والبسوا الليل السواد جدكم أيام المحرم
استعدوا للحدا. فاطمة الزهراء تنادي ما تمالك دمعتي من يهل شهر المحرى يا أعزوني بعيلتي. آه آه هل غال شهر عاشور بالأحزان الآيال ودمع زينب على الوجنات الآيال الشيعة أحزنت وابن زياد الآيال بجت الحسين بن حامل حمية اي بجت الحسين بن حامل الحمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قوله: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة الكل كان يسأل: يا ترى هل سيقرأ الخطباء والعلماء والمشايخ؟ هل هي ليلة الحادي من شهر المحرم أم ليلة الخميس؟ وهذا جاء بنا على رصد الهلال والعارفين بالأهلة ما أعطوا جواب واضح: هل هناك هلال أم لا يوجد هلال؟ فمن حرص المؤمنين وأصحاب المآتم وكذلك علماؤنا حفظهم الله ومشايخ البلد أنه ربما تكون الليلة الحادي من المحرم وربما لا تكون. اختلاف المباني تعرفونها، وهذه نواجهها كثير في شهر رمضان، في ليالي العيد، في ليالي المناسبات مثل أشهر الحج. وهذا أمر فقهي، هذا أمر يخوض فيه الفقهاء والعلماء والمراجع، كل له مبنى. مثلا رؤية الهلال بالعين المسلحة، الآن أعلنوا بأنه رؤي بالعين المسلحة. بعض عندهم اتحاد الأفق، بعض عندهم لا والله من زمان وقال لك متى محرم ومتى صفر ومتى كذا، عندهم مباني خاصة. البعض لا والله لازم بالعين المجردة. فإذا عند البعض الليلة هلال حتمي، عند البعض الليلة هلال حتمي، عند البعض ليلة القادمة. وإن شاء الله ننتظر مجلس الاستهلال، ننتظر آراء علمائنا في قطيفنا الحبيبة، وإن شاء الله تتوحد المجالس. إن شاء الله تتوحد من الليلة القادمة، يعرف هي الليلة الأولى أو الليلة الثانية. وأسأل الله أن لا يكون هناك اختلاف، يعني ناس تقرأ هذه وناس ثاني، إن شاء الله ما يكون ذلك. أنا رأيت ذلك عند أهل البحرين الطيبين حقيقة، وكثير تناقشنا مع علمائنا بأن عندهم توحيد المناسبة. توحيد المناسبة يعني مثلا في اختلاف في الهلال، يقول لك انت في هذا الشهر لازم توحد المناسبة. مثلا في شهر رمضان انت ثبت عندك هلال، غيرك ما ثبت، فتقوم انت بدورك باتباع مرجعك. اذا اكو اعمال خاصة ليالي القدر، ليلة النصف، كذلك انت تقوم بالعمل المترتب عليك. ولكن ما يصير واحد يقرأ مثلا، جينا مثلا بعض الأيام لا تذكرون وفاة ومولد، وفاة الإمام الهادي ومولد الإمام الهادي في ليلتين مترادفتين. أذكر أنا كخطيب
ناس عندهم كذا ويقول لي تعال تقرا مولد وتعال اقرا لنا وفاه. ايش اسوي؟ احتار انا حين اجي اقرا لنا شويه مولد صلوات وشويه اجي تبكي على الامام. فهذه نقع في حرج. فاخواني هذا الاختلاف وارد، وان شاء الله غدا او الليله يمكن يعني سنعرف، وان شاء الله تكون المآتم متحده بعد ذكر الصلاه على محمد وآل محمد. الله يسلمك. مجلسنا الليلة مجلس خفيف جدا جدا بذكر الحسين سلام الله عليه، وأعتقد بأن الليلة القادمة هي الليلة الأولى اللي بتصير في البلد. ليلة هذه الليلة إضافية فقط لكي نتحدث عن بعض الأمور المهمة في المجالس. هنيئا لمن يقيم المآتم على الحسين، تجاوبت الدنيا عليك مآتم. ونركز على ثلاثة أمور جاء ذكرها في الروايات في هذه الليالي، نركز على ثلاثة أمور. الأمر الأول إقامة المآتم، وترى المآتم مو إلا بذيك الضخامة ولازم ألف حاضرين ولازم كاميرات، ولا والله مآتم على الحسين حتى لو اثنين، والله حتى لو اثنين، واحد يقرأ واحد يبكي واثنين هم يتنادبون البكاء والدمع، يسمى مأتم على الحسين. وليس المهم كثرة الحضور وكثرة الناس، لا أبدا والله، لأن هذا أمر محتوم بأن مآتم الحسين سلام الله عليه أين كانت، في أي بلد، في أي مكان، في إن شاء الله مشارق الأرض ومغاربها، 10-5 مليون، هو مأتم على الحسين. وكثير نسمع من شيخ البلد حفظه الله شيخ حسين آية الله رحمة الله على والده الشيخ فرج، شنو يقول في وصايا سامعيها؟ يقول إذا مريت على مجالس، ألخص لكم ما قال اللي تداول الآن اليوتيوب، إذا مريت على مجلس ما في حضور واحد ثاني عامر، يقول أنت اختار اللي ما في حضور. ليش؟ لكي تكثر السواد، لا ينكسر هذا المجلس، فالناس تتناوب في حضورها للمآتم. فإذا أهل البيت أقاموا المآتم. وين المآتم؟ على ظهور النياق مآتم، في الخيام مآتم، في خربة الكوفة مآتم، في خربة الشام مآتم، في الرجوع إلى كربلاء مآتم. مآتم يعني عبر ونعي على الحسين. وأما المآتم التي نصبت في المدينة كان أعظمها مأتم الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان هو المتحدث عن واقعة كربلاء ويبكي الناس. ولو تشوفوا أعزائي الأحاديث وسامعيها أنتم طوال هالسنين، عجيبة غريبة في حق الإمام الحسين، عجيبة غريبة هالمآتم هذه، بحيث ركزوا عليها، ما مر إمام إلا ونصب المآتم على سيد الشهداء، ويوصوا شيعتهم أن ينصبوا المآتم مو بس عاشوراء، طوال السنة. إذن ففي دار زين العابدين مأتم، في دار السيدة زينب مأتم، في دار أم سلمة مأتم، في دار مولاتنا أم البنين سلام الله عليها مأتم. فكل الأماكن اللي فيها مثلا من أهل البيت رجال ونساء مآتم. الأمر الثاني حثونا على البكاء والدمع على الحسين، ووضعوا لنا أحاديث غيرك يستهزئ بها، حتما يستهزئ، حتما يستهزئ بهذه الدمعة. كم سنة الآن إخواني من واقعة عاشوراء؟ لو طرحنا 1445 من 61 يصير 1384 سنة تقريبا، وهالشكل إيش دعواه؟ أكو مرة براكين وزلازل وحوادث، وما شاء الله آلاف الناس في مقابر جماعية، في مثلا
قنبلة نووية وما أدري شنو، وراحوا وانتهوا، وانتون على 17 نفر لا زلتم تبكون على الحسين. أنا قريت حديث ومتعمد أقراه. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، وفي حديث ثاني لا تبرد إلى يوم القيامة. فهذه الدمعة حقيقة، يعني إذا أنت مسؤول وتقول أنا ما علي من هذا ملا معاتيق أو ملا فلان أو شيخ فلان قال لي ابكي وتباكى وكذا، أنا مدير، أنا صاحب ثروة، أنا إنسان مسؤول، أنا إنسان محترم، أنا إنسان تالية أتصاغر شوية، لا أنا أبكي وأرفع صوتي لأن هذول الخطبة حتى لو تبكي وياهم ما يقبلون، يقولوا ارفع صوتك زين وش تريدني أسوي؟ بالله عليك احنا جايبين الكلام من عندنا ونريد الثواب لمن تريد مثال لو عشرة. فعلى الأطائب من آل محمد وعلي، هذا منه إمام زمانه، فليبكي الباكل، يقول ما يكفي يبكي الباكل، وإياهم فليندب النادب، ندبة ندبة يعني تبكي وتندب، ولمثلهم فلتدرف الدموع، وما يكفي اريد اكثر، شنو اكثر بعد؟ ويصرخ الصارخون وحسين، ويضج الضاجون، ضجيج ضجيج، ما عليك واحد يطالع فيك وانت تصيح وحسين، والله العيب في اللي قاعد طول الماتم ما تهمل من ندمه حتى ليلة عاشر، هذا العيب. أما اللي يصيح ويصرخ هذا شرف، هذا تاج. إيه يصرخ الصارخون هم ما يكفي، ويضج الضاجون بعد، ويعج العاجون، هذا قول من؟ هذا قوله حجة، فعله حجة، أمره حجة، إقراره. يقول هذا الندبة هذه شيء بسيط، البكاء شيء بسيط، الدمعة شيء بسيط، احنا ننتظر منكم أكثر. يبكي الباكون، يصرخ الصارخون، يضج الضاجون، يعج العاجون. زين هل انت طبقت مولاي يوم طلبت منه؟ هل أئمتنا طبقوا يوم طلبوا منه؟ أوه الليلة القادمة إن شاء الله شنو ما طبقوا، أصبحت عيونهم مقرحة مجرحة، ما تمر على إمام إلا قبل ما يجي الهلال وإذا هو في بكاء وعويل، بس يشوفوا هلال المحرم خلاص غيرت الدنيا في أعينهم. أنت سيدي شو تسوي؟ أقرأ لك هذا المقطع بقلبك تسمعه بالله. فلئن أخرتني الدهور وأعاقني عن نصرك المقدور، ما بعد ولدت أنا يا مولاي، يقول يا جدي بعدني ما ولدت، ولم أكن لمن حاربك محاربا. يا تفضل يبا هناكم مكان، أعطي بابا مجال. ولمن نصب لك العداوة مناصبة، ما تقرأوا عني يا شباب، ما تقرأوا عني، ما تساعدوني. فلا أندبنك يا فلأندبنك يا صبور ومسايا، ولا أذرفن لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتلهفا على ما دعاك. مو بس هالشكل، يقول حتى أموت، حتى أموت بلوعة المصاب
يعني بس دمعه ما تكفي راح ابكي لين اموت. بعد وذا جيت للامام الرضا بهالدمعه شي يقول؟ يا الله يقول صحيح انتو تبكوا كثير، مصايب الدنيا كثيره، تفقد لك حبيب، تفقد لك عزيز، ما تملك دمعتك، ولكن يقول اذا عندك دمعه حقيقيه وهاي الدمعه اللي ما لها ثواب الا الجنه شو اسوي؟ يا ابن شبيب ان كنت باكيا ليش واويلا بالله عليكم احنا هذا الحديث كم الف مره سامعينه، ليش تبكون؟ ليش تبكون اخواني مو سامعينه؟ كانكم اول مره تسمعوا. اشوف ان كنت باكيا لشيء يا ليتني مستمع ولا قارئ فابكي الحسين. فابكي الحسين يا الله يا الله ما هذه الكلمه اقولها يا لا لو غير الامام يقول ايه كان نوقف لعلامه استفهام لا تقول كذا ليش هذا الكلام لكن امام شو نقول لي يقول ابكي الحسين شلون لماذا فانه عارف عارف خلاص ما يحتاج اقراها ما يحتاج فانه ذبح كما تذبح الشاة إن هيئكم ترى ما بدأ محرم ما بدأ على تهيئة بس إيه حبيبي إيه على راسي أنت ذبح كما تذبح الشاة. أكو كل واحد منكم عنده تعليق لو أعطي الميكروفون بعلق لكن أنا أعلق عن ألسنتكم عن قلوبكم نقول سمعا وطاعة يا مولاي ولكن نحن عايشين في زمن الشاة تسقى الماء إذا ذبح الشاة توجه إلى القبلة الشاة تربط رجلاها ولكن سيدي أنا أذكرك بمقولة أخرى لا أدري هل تتناقض مع هذه المقولة أنت قائل في زيارة الناحية السلام على المنحور في الوراء يا إخواني في الفقه فرق بين الذبح وبين النحر الذبح أن تذبح الشاة وتقطع الأوداج أما النحر فيطعن البعير في لبته أكو فرق بين الذبح وبين النحر فما تقول ذبح الناقة تقول نحرها أما الشاة ذبحها الكبش ذبحها زين ايش نفهم مولاي انت الذي تقول السلام على المنحور في الوراء وشوية تقول ذبح الرضا يقول ذبح كما تذبح الشاة اكو فرق ولا اكو شيء لا لا هو الحسين مقتول ومنحور منحور ومقتول مقطع الأوداد فكلما قطع عرقا نادى الحسين وجد يا حسين شو نسوي ونعيد نفس الكلام ومو قادرين نتحمل وإذا يقول لك هالدمعة هذه هالدمعة حتى لو ما طلعت بس تبكى تمثل للبكاء فمن بكى أو أبكى أو تباكى فله الجنة زين إذا يجى عاشور والخطباء يتكلمون والعلماء ومشايخ البلد والمراجع والأئمة والرسول قبلهم وجاي الماتم لا دمعة لا حسرة لا صيحة شو أسوي لك شي يسوي لك الحسين شي يسوي لك صاحب الزمان اللي ما يتحمل زين تريد بعد واحد شي يقول يا الله عاد اسمعها ان يوم الحسين اقرح جفون تون هاي اللغة بعد تون هاي اللغة بعد انا اتفلسف عليك ليش اقرح الجفن لما يصير فيه دمع
ويبكي الإنسان بكاء متواصلا، شنو يصير في جفنه؟ يتقرح يتجرح بحيث ما تقدر بعد تفتح عيونك والصكة. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا البلاء إلى يوم الانقضاء. أين المنادي حسين؟ يا حسين على رأسي، وينهم حسين؟ يا الله يا الله، وينها وين الصيحة حسين؟ حسين يا حسين، فعلا حرارة يقول النبي في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة، فما تمن نصوب ودمع نسكب وزيارة ثالثا نزور الحسين. الله الله، ماذا فعل أهل البيت في ربط شيعتهم بالحسين؟ زوروا الحسين في كل وقت، ابكوا على الحسين في كل وقت، اندبوه وابكوا عليه ولا تبخلوا بالدمع عليه. أرادوا أن يربطونا بسفينة النجاة حيث قال جدهم الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أحب الله من أحب حسينا. قالوا عن زكريا قال يا رب ارزقني ولدا وافتني بحبه، فإذا فتنتني بحبه فافجعني في كما فجعت محمدا بولده الحسين. فصار يحيى والحسين في مصيبتهما شجا وألم. يا الله، هليت يا عاشور. آه، ما جاء عاشور يا مولانا، توك تقول لك المؤمنين يبكون يبكون يا حبيبي، بس تذكر عاشور، بس تذكر الحسين. الله أكبر، سوى دمك أبو علي يبيت دمعة ولطوم لصدور، خليت الدمع منثور والدمعة نجري نبكي على المظلوم من الشرب ما روم. كلنا نقرأها، وطفلة بسهام فطوم الزهراء نعزيها. قرأها حبيبي، الزهراء نعزيها وويلا ونبجي على العطش. يا مرمي بلاياك فان فوق التراب عريان، وينهم فوق التراب؟ وجثته مقطعيها، جثته مقطعيها. بعد فصل لنا يا خطيبنا، شنو نبكي على من بعدها؟ مصيبة لتشايب فجعتنا بالعباس، فجعتنا بالعباس، ينفضخ منا راس. وزينب يخليها، زينب يخل، وين اللي فاقد له حبيب؟ اسمع حبيبي، يلا يصيب السهام ومقطع الجفين، ومقطع الجفين، كسره وظهر الحسين، كسرى وظهر لحسين، جثت يلم بيها، جثت يلم.
يبجي على الأكبر دم راسه غمط الشر يشوف الأب مؤذر أم نعزيها أم نعزيها بعد عندكم عريس لا تنسوه لا يزعل علينا الحسين والجاسم بحنة في عرسة متهنى في عرسة متهنى يا أم يا سات منا يا بفقدان سليها فقدان سليها بعد للحسين هذه للحسين روك قيان ابجيها سلبا وتراجيها ونور ما تديها واويلي عليها واويلي عليها واويلي عندكم اهم واحدة ما ذكرتها خليتها للاخير ها وزينب تصاك لدين يلا نسوانا وياها تفقد اعز اثنين زينب نواسيها زينب تصاك لدين تفقد اعز اثنين عباس هام وحسين جينا نعزيها جينا نعزيها وهي القائلة هليت يا محرم علي وذكرتني بأخوتي وذكرت شيخ العشيرة وغصب هلت دم يوم عاشر يوم حزني يا منوح وفجر اذبحوا شيخ العشيرة وقطعوا من الوتر من يغل عاشر علي يا قلبي يعصر جمرته اذكر حسين ورضيعة الحزة من نار من يوم الرحلة العاشور يرتفع من الونين واذكر اولادي وبنيني والاهم ذبحة حسين والذي على النهر نايم بعمود مفضوخ الجبل والسهم ناشب بعيني الله يا غي حالته ويلي هلالك يا شعر عاشور تدري جرح احساسي ما قلنا ليله خلنا نقول يقول ثياب الزينة بنزعها وصير الاسود الباس اريد ابجي بكل ما تم واريد الطم على والله اريد ابجي بكل ما تم وريد الطم على فدوى راسي
وصدري إلى صبت النبي المظلوم رحم الله من نادى وحسين أحسين بعدك لا هنا عيش. مجلسنا إخواني المفروض 8:15، فإذا جيت 8:15 راح أقرأ على طول. إذا تأخرت شوية تعرفوا بعد المآتم كل ما تقدمت تصير في زحمة. احنا مجلس 8:15، بين هذا الوقت 8:15 و8:30 وقت اللي اجي راح اقرا، سواء في ناس ما في ناس، لان مجالسنا ورا بعض. جزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقضي حاجة كل محتاج. اللهم يا ربي لا تحرمنا بركات الحسين ولا البكاء على الحسين ولا خدمة الحسين. اللهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا بحوائجي وإياهم، واقبل عملنا أحسن قبول، وتقبل من المؤسسين عملهم أحسن قبول لموتهم موت الحاضرين والعلماء والشهداء. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.